أما هلأ فصار وقت ننتقل لدانة الخليج دبي، وبالتحديد دار الأوبرا بدبي اللي شهد على أمسية جدا مميزة ضمن حفلات دبي 2017 واللي من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع دبي للسياحة. كل التفاصيل مباشرة. هاي البوب اب سبيشال هايلايت بحلقتنا لليوم من حفلات دبي 2017 واللي من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع دبي للسياحة. تحديدا عم نطل عليكم من دار الأوبرا من دانة الخليج دبي بأمسية أكثر من رائعة جمعت كبار بعالم الأغنية، نجمة الجيل ملكة الإبداع شيرين عبد الوهاب وبرنس الأغنية الخليجية بصوته المجد وحضوره الأمجاد هو المجد ماجد المهندس. كل التفاصيل بالصوت والصورة مباشرة. حفل تلاقت فيه الأصوات والنجوم مع ملكة الإبداع النجمة شيرين عبد الوهاب بنت النيل اللي كان حاضر جمهورها بالألاف ليكون عم يشهد على أمسية مليئة بجرعات زائدة من الطرب الأصيل والرومانسية. الإبداع نجمة الجيل شيرين عبد الوهاب، أهلا وسهلا فيك ببوب أب عبر الـLBC وقنوات روتانا. مرسي، شكرا لذوقك. بداية بدي هنيك على النجاح الرائع اللي شهدنا عليه اليوم بدار الأوبرا من دانة الخليج دبي. قديه سعيد اليوم بمشاركتك بحفلات دبي؟ غيرنا الكادر، أنا نعيد. سعيدة جدا جدا لأن أنا بيهمني وقوفي على المسرح دار الأوبرا في الوطن العربي كله. فأنا الحقيقة يوم 3/2 اعتذرت لأن كنت مشغولة، لكن كنت زعلانة جدا أني مش غني يعني ما غنيتش في دار الأوبرا، بس الحمد لله روتانا عوضتني بحفلة تانية وكانت حفلة ناجحة بكل المقاييس، وأتمنى فقرة أستاذ ماجد مهندس كمان تكون بهذا النجاح. هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعجبني، قلبي شافه نط فجأة من مكانه وقام بيسني. هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعجبني. شو التعامل الجديد مع شركة روتانا اللي عم تحضروا له بعد النجاح الكبير اللي حققتيه بهالسنجل اللي عم نسمعه ايضا عبر روتانا اف ام؟ والله انا بنتهم يعني، وطول ما احنا طول في وصل بيقول طول ما انت زمار وانا طبال بنتقابل في الوسط، فانا يهمني ان علاقتي بكل الناس تكون كويسه على فكره، لان احنا بنكبر مش بنصغر، فانا سعيده بالتعاون معاهم. الغناء والتقديم والتمثيل، وين يوم شيرين بتلاقي حالها اكثر علما انك نجمتي؟ يعني وين ما حضرتي؟ على المسرح، ده مكاني، ده مكاني اللي بلاقي فيه نفسي. كلمة أخيرة لكل اللي عم بيتابعوك اليوم ببوب أب، شو بتحب تقولي لهم؟ بقول لهم بحبكم وشكرا على متابعتكم لي. قلبي وليش أعيش بهذا المود، دمعي ما خلالي خدود. برنس الأغنية الخليجية بصوته المجد وحضوره الأمجاد هو الماجد ماجد المهندس اللي كان حاضر بكل اسمه ونجاحاته، وأطل من على خشبة مسرح دار الأوبرا من دبي ليقدم أروع مغنى، وكل الأغاني لقيت استحسان كتير كبير عن جمهوره اللي مثل العادة كان حاضر من كل المنطقة العربية. رئيس تنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأستاذ سالي بالهندي، مرة جديدة أهلا وسهلا فيك ببوب أب. أهلا وسهلا فيكم، دائما أنتم مواكبين ما شاء الله عليكم. Thank you. بداية بدي أسألك اليوم عن حفلات دبي لل 2017 اللي عم تحقق نجاح كتير كبير واللي من تنظيم طبعا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع دبي للسياحة، واللي تقام بمسرح دار الأوبرا بدانة الخليج دبي. صراحة احنا سعداء جدا، حفلات
يعني بدايتها كانت ناجحة مع فنان العرب محمد عبده، والحين مع الفنان الكبير ماجد المهندس والفنان شيرين. وأنا بصراحة يعني ندمان أن هذه الحفلات ما تصورت، أن الحفلات يعني جميلة والجمهور جميل، فكان المفروض الحفلة هاي تصور تطلع لايف بعد للجمهور. كل اللي عم يتابعونا على اللايف على السوشيال ميديا روتانا ميوزك على الفيسبوك تويتر انستغرام وسناب شات. كمان بدي اسالك اليوم عن عوده الحفلات للمملكه العربيه السعوديه اللي رجعت وكانت العوده ايضا مع شركه روتانا، قد ايه كمان سعيد بالنجاحات اللي عم بتحققوها؟ والله سعيد جدا لان رد الفعل ايجابي، الحضور رهيب، يعني جمهور غفير وجمهور راقي والناس مستمتعة كانت بالحفلات. وبصراحة يعني فعلا جمهور يستحق ان الواحد يعمل له يعني حفلات في كل المناطق. وشو بتوعد بعد روتانا من مفاجآت؟ يعني ان شاء الله احنا دائما نحاول نوصل نرضي الجماهير على مستوى الوطن العربي، نفس الوقت يعني نعمل كواليتي بالحفلات بحيث الناس تكون مبسوطة أكثر. وإذا بدي أسألك أكثر عن ألبوم رابح صقر 2017 اللي بيضم 24 أغنية، خبرنا كمان ليه دايما مع الكبير رابح صقر دايما بيكون في يعني عدد أغاني ما بنشوفه بغير ألبومات، ليش دايما هيدا الرهان خليني أقول على ألبومات رابح صقر أنه ولا أغنية تكون عم تظلم أغنية تانية؟ شوف هو طبعا رابح يعني فنان معنى الكلمة وموسيقي بامتياز، فبالتالي دائما اختياراته تكون يعني اختيارات مختلفة وجميلة وفي فكر جديد، يعني دائما يكون في فكر موسيقي. يعني يوم أمس كانت حفلة في السعودية، يعني ما شاء الله خلال ثلاثة أو أربعة أيام الجمهور حافظ الأغاني، يعني هذا ما تحصل مع المطربين. ألبوم جديد وكلهم يكونوا حافظين. نعم حافظين الأغاني ورددوا معه بالحفلة. ومع كل نجاح اليوم بتحققه شركة روتانا، حضرتك كعراب هالنجاحات قد ايه هالشيء بيحملك مسؤولية؟ مسؤولية كبيرة وإن شاء الله نحافظ عليها ونطمح المزيد. نحن دائما نتمنى لك كل التوفيق. Thank you so much and good luck. شكرا لكم. شكرا.